هاي جورج، اول شيء ان شاء الله يكون المهرجان مثل كل سنه يلاقي النجاح اللي بيلاقيه كل سنه، وانا اكيد راح يلاقي النجاح لانه مثل ما شفتوا بعد الوقت بكير ولك العالم اسم الله فول. لا شك كميل، النواب ميشيل فرعون وايضا سيرج تورج ساركيسيان كانوا موجودين واعلنوا انه الصيفيه لازم تكون عن جد امنه جدا لنعيش الصيفيه بحفلات وبفرح اكبر. فشو رح نشوف الليله بعيش الاشرفيه؟ ولا شك انه مع فنانه كبيره مثل نجوى كرم. هذا الشيء ببرهن انه لبنان بالف خير، وانا امبارح وصلت من السفر، المطار اسم الله فوق بعض العالم، وهيدا يمكن من بدايات المهرجانات اللي عم بتصير بلبنان. هذا الشيء بشجع انه صيفية والعاني، وبلاس لاحقوا مهرجان الاغنية الشرقية السادس كمان رح تكون والعاني اكتر، وبتلاتة جولاي تلاتة تموز. نشك انه ايضا رح يكون حفل كبير مع نجوم الاغنية اللبنانية نوال الزغبي، عاصي، رامي عياش، وايضا نجوم ميركس دار اللي حصلوا جوائز كثير. ومفاجأة كثير كبيرة رح تكون كمان شيرين عبد الوهاب نجمة رح تحل على هالمهرجان الكثير كبير. هيدي يمكن أول مرة بتعلنها عبر ميوزيك رينج. هي مفاجأة، واليوم أعلناها عبر الام تي في كمان عبر الدعاية الخاصة بهالمهرجان. كميل هيدول الحفلين كثير كبار، لاجك أيضا الام تي في عم تشارك من خلال انرجي ميوزيك، ايضا من خلال نجوم كثير كبار عم تقدمهم بحفل حفلات الام تي في الخاصه. شو بدك تقول بعد من خلال ميوزيك نيشن الليله؟ انا بدي اشكركم لحضوركم دائما معنا ولدعمكم الدايم خاصه لكميل تانيوس. بدي اشكرك واشكر خالد والكل الفريق يلي بميوزيك نيشن، وخليكم هيك لانه مولعينه. المخرج كميل تانيوس يعطيك ألف عافية، لا شك أنه سهرة مميزة قضيناها معك، وأنت المخرج مخرج سهرة الليلة بعيش الأشرفية مع نجوى كرم، يعطيك ألف عافية. عن جديد يعني أنا بدي أشكركم لتغطيتكم لهالمهرجان الحلو، والست نجوى ولعت الدنيا، عملت حفلة يعني من أروع الحفلات كانت. لا شك كميل أنه شفنا استتباب للأمن يعني بشكل فوق العادة إذا بدنا نقول، ولقينا أنه يمكن قليل أنه ناخد أخذ أي حدا يمكن من الصحافة حتى انترفيو مع ست نجوى، نظرا لأنه فعلا سببليك إيفنت وحدث كتير كبير وولع الأشرفية بحضور كل الشخصيات السياسية. ما بدنا نزعل من هذا الشيء لأنه أنت شايف أول شيء في شخصيات ونواب جوا، هاي شغلة، والحفلة هيدي مفتوحة لكل العالم، وانت بتعرف يعني كرمال ما يصير في مشاغبات، في ناس بتحب تشاغب بهيك مهرجانات وتعمل قصص ما منيحة، مشان هيك شوي الأمن كان مستتب، ويمكن بتطلع براس ناس وناس، بس بتعرف انت يعني دائما بهيك حفلات مجبورين نعمل هيدا الشيء. كميل تحضيراتك للحفلات المرتقبه في حفل بفورم دبي روت، في مشاريع اخرى سبيسيالات او اي شيء؟ عرفنا انه في ملحم زين كمان سبيسيال عم تحضر اضافه لصابر الرباعي اللي تاجل، ومشاريعك الجديده بدنا نعرف شيء كثير كثير جديد منها. ليك هلا نحن تركيزنا هلا على مهرجان الاغنيه الشرقيه، بيخلص بنبلش ببرنامج رمضان مع وسام بريدي على الام تي في بالبحر. بيخلص هذا البرنامج، مشاريعي عندي برنامج مفاجأة مش على شاشة الام تي في، رح تشوفوه كمان بكرة بقول لك. على اي شاشة؟ على شاشة زميلة، وعندي كمان بروجرام على نيو تي في. شو صار ببرنامج جريس رئيس؟ كمان رح نكفيه غير رح نقلعه اول سيزن، بالاضافة لهيك منغني للبنان ولدولة عربية كمان بفورما جديد. مستمر هيك بنغني مع ميا زاب وعبر الام تي في بتنفو الاشاعات اللي عم دايما بتطلع خبريه كل يوم، مثلا نجمه ميا زاب اختلفت مع اداره الام تي في، اداره الام تي في اختلفت مع مايا ما تسلمت جائزتها بالميركس، يعني صار في هيدا اللغط. انت ككميل تانيوس وكمخرج لبرنامج هيك بنغني شو بتقول اليوم؟ هيدا كله اشاعات. البرنامج مستمر على شاشه الام تي في وعلى شاشه ثانيه، وان شاء الله بيلاقي النجاح يلي لقاه باول موسمين. ومايا زياب ايضا تقدم برنامج عبر قناه النهار المصريه. بتمنى لها التوفيق، حره هي. كميل فاذا برنامج عبر الجديد، برامج عبر الام تي في، وسام بريدي 40 متر اول سنه، ثاني سنه 80 متر فوق البحر، ثالث سنه شو رح نشوف اليوم باي لوكيشن؟ والله هلا 40 متر تحت المي. لا رح نعمل شيء حلو جديد بالبحر.
ويعني ما بدنا نحكي نحرق الفكرة كتير، بس إنه راح يكون في جماليات تصويرية. خلاص بنأخذها التنين من وسام، لأنه وسام راح يكون بمكتب. وسام بحب يخبر أكتر مني. ميوزيك نيشن، one word. عيش الأشرفية مع ميوزيك نيشن.